أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. ضمن خطة تسوية القضية الفلسطينية، عقدت الولايات المتحدة الأمريكية ورشة اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة في إطار ما يعرف بصفقة القرن يوم 25 و26 أيضا من شهر حزيران في ظل غياب الجانب الفلسطيني وتحت عنوان سلام من أجل الازدهار. ما دلالات عقد هذه الورشة التي بدأت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وإغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن واعتراف بضم الكيان الصهيوني لمرتفعات الجولان؟ ولماذا يتم مقايضة الفلسطينيين بوعود للسلام والازدهار الاقتصادي من قبل واشنطن؟ ما هي صفقة القرن هذه؟ لماذا تسعى لتمريرها الولايات المتحدة؟ وماذا تمثل هذه الصفقة الأمريكية الصنع والمنشأ في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والشرق الأوسط؟ ولماذا يرفض الفلسطينيون هذه الصفقة؟ من سيدفع مليارات الدولارات لصفقة القرن والمقدر ب50 مليار دولار؟ ما تداعيات تسوية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني؟ وما آثاره على العالم العربي والإسلامي وعلى العراق تحديدا؟ ما موقف الحكومة في العراق من هذه الصفقة؟ وما موقف القوى المناهضة للاحتلال منها؟ نتابع سويا هذا التقرير، كونوا معنا. لطالما تحدث الكثيرون عن صفقة القرن التي تعد برعاية أمريكية، وتنفأ آخرون بأهدافها، وتحمست أطراف لتنفيذها، ورفضتها أطراف أخرى جملة وتفصيلا، ليأتي الوجه الاقتصادي للصفقة من خلال ورشة البحرين، كاشفا اللثام عما يتم الإعداد له. صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن هذه الورشة فقدت مصداقيتها ولا فائدة ترجع من انعقادها طالما غاب الفلسطينيون عنها، بل وشبهتها بالمسرحية التي تفتقد إلى نجومها، ووصفتها بأنها وهم يستحق السخرية، مشيرة إلى أن ما حدث في المنامة كان القصد من ورائه التعتيم على القضية الفلسطينية والترويج لما يسمى صفقة القرن. جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول عند استعراضه أهداف هذه الورشة أن يشرعن لاستبدال الحقوق الأساسية للفلسطينيين بحوافز اقتصادية وهمية عند حديثه عن 50 مليار دولار يفترض أنه سيقدم نصفها للفلسطينيين خلال السنوات العشر المقبلة، مع أن مثل هذه الحوافز طرحت في السابق ولم يتحقق منها شيء في الواقع. ترامب بتأييده العلني للحكومة الصهيونية من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وكذلك اعتراف أمريكا بضم مرتفعات الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، يلغي تماما إمكانية أن تلعب واشنطن دورا نزيها في الوساطة بين الفلسطينيين والصهاينة. مراقبون وصفوا ما يجري من الخطوات الأولى لتمرير صفقة القرن بأنها لم تأتي لتحسين حياة الفلسطينيين ومعيشتهم أو حل مشاكلهم الاقتصادية، بل هي خطة لتدمير مستقبلهم الوطني وقدرتهم على البقاء في وطنهم، وتسعى لمحو هويتهم. إذن أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ حارث الأسدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، ضيفي في الأستوديو. مرحبا بك أستاذ. حياكم الله. مرحبا. وأرحب أيضا بضيفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نظير مرحبا بك. حياكم الله. أبدأ معك أستاذ حارث الأسدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين. هيئة علماء المسلمين رفضت صفقة القرن في بيانها، ووصفت هذه الصفقة أنها حلقة من حلقات التآمر الأمريكي لتسوية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني. كيف تنظر الهيئة إلى صفقة القرن؟ ما هي صفقة القرن هذه؟ نعم، شكرا لكم دكتور سمير. حقيقة قبل أن نخوض في حيثيات هذه الصفقة وكذلك ما يدور في الكواليس وما هذه الفرق التي تتسارع إلى الورشات وعملية اقتصادية الصفقة مقابل السلام أو الوطن البديل مقابل السلام أو ما سميها ما شئت، نقول أنها الصفقة صفقة بين من ومن، ودائما تذكر الصفقة على أنها هناك مبلغ يدفع مقابل خدمات تستحصل. فإذا
الصفقة لابد أن يكون لها صاحب. فمن هو صاحب الصفقة؟ صاحب الصفقة هو الشعب الفلسطيني، الشعب العربي المسلم. كل المسلمين وكل العرب هم أصحاب هذه الأرض، فبالتالي لا يمكن لأي أحد أن يجير المسألة ويجلس على طاولة حوار أو طاولة صفقة ليعقد صفقة باسم الآخرين. فهم لا يملكون الأرض ولا يملكون القرار في هذا. هذا أولا. أما المسألة الأخرى المتعلقة بالإدارة الأمريكية فهي تحاول حثيثا منذ أن نقلت السفارة إلى القدس، تحاول أن تأتي على الاغتصاب الكامل للحق الفلسطيني، فهي تحاول أن تجرد الفلسطينيين من كامل حقوقهم. لا يمكن لا حل الدولتين ولا عودة إلى حدود 67 ولا تهديم المستوطنات التي تغتصب من قبل الصهاينة واليهود ولا إيقاف عملية الاستيطان. كل هذا غير وارد الآن في هذه الصفقة. الصفقة تدل على أن يوجد وطن بديل ومحاصر وضعيف حتى يكون الأمر وكامل التراب الفلسطيني في صفحة إسرائيل. هذه الصفقة هي صفقة مشبوهة وخبيثة، ولا يمكن بحال من الأحوال لأي عربي لأي مسلم أن يقبل بها أو يعني ممكن أن يستوعبها أو يأخذ ويعطي معها. نعم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنظر إلى هذه الصفقة إلا بالمناهضة والمعاداة وفضحها أمام الملأ. نعم. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. يعني هذه الصفقة في كدلالات توقيت، يعني بلد محاصر، بلد ضعيف، هناك حصار على قطاع غزة، هناك يعني مآسي يمر بها الفلسطينيون، وهناك حديث أمريكي عن ازدهار اقتصادي ومليارات الدولارات سوف تدفع من أجل الفلسطينيين، وهذه المليارات تدفع لثلاث دول، مصر، لبنان والأردن وغيرها. يعني هذه مجريات الأحداث كيف تابعتها؟ هل من الممكن أن تكون هناك رفاهية اقتصادية واجتماعية في ظل هكذا ظروف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني الحقيقة ما يسمى بصفقة القرن هي ليست وليدة هذه الساعة، إنما تم التمهيد إليها يعني منذ سنوات. هذا ما يعني ما أراه. يعني الثورات المضادة التي حدثت في الدول العربية والانقلاب على إرادة الشعوب كان أحد أجزاء هذه الصفقة، ووصول الحالة الفلسطينية إلى هذه الدرجة من التمزق والحصار والقتل الذي يمضي بأبنائنا الفلسطينيين أيضا كلها تمهيد إلى أن يستسلموا إلى الأمر الواقع وأن يقولوا في أنفسهم أن هذا أفضل من لا شيء. فهذه الصفقة هي عبارة عن تحويل للمسألة الفلسطينية من مسألة وطن محتل إلى مسألة عقارية، ويعني يتوافقون على المبلغ الذي سوف يتم دفعه من أجل هذه الأراضي. هكذا تم اختزال القضية الفلسطينية وقضية المقدسات الإسلامية بهذا الشكل. وإلا ماذا يعني أن يعطى 50 مليار لتصفية هذه القضية؟ وبالمناسبة الفلسطينيين ليست لديهم حصة من هذا المبلغ سوى 28 مليار، وعلى مدى 10 سنوات، بمعنى أن هذه المليارات لا قيمة لها، بالرغم يعني هي 28 مليار في يعني مرة واحدة ليست لها قيمة أمام هذا الوطن، فكيف بك أن تقسمها على مدى 10 سنوات؟ ونفس الحال بالنسبة إلى الحصص المتبقية لمصر والأردن ولبنان. من أجل ماذا؟ من أجل توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك البلدان. من الذي يدفعها؟ طبعا المصيبة أن يعني لا تتحمل إسرائيل هذه المبالغ ولا الولايات المتحدة، إنما سيتم تحصيل هذه المبالغ من نفس الدول العربية مرغمة على هذا الشيء، من الدول العربية الخليجية هي من تمول هذه المليارات. بمعنى يعني لا أعرف، يعني نحن نعطي الأرض بالمجان ثم ندفع يعني أموال من أجل هذه الأراضي. يعني الآن الحالة العربية وصلت من الحالة المتردية بحيث يصعب تخيله. لم نكن نتخيل في يوم من الأيام أن يصل
الحالة عند العرب والفلسطينيين إلى هذا المستوى. ابقى معي أستاذ نظير، هذه نقطة أناقشها مع الأستاذ حارث. يعني الحالة العربية وصلت إلى حالة ضعيفة جدا، ما أسباب ذلك؟ الأسباب كثيرة، أولها أن هناك دول وظيفية وأن هناك جيوش ليس مهمتها الدفاع عن الأرض أو عن الوطن أو عن المقدسات، وإنما هي محاصرة هذه الشعوب. ولذلك نقول أن هذه الدول حتى وإن عقدت صفقة القرن، حتى هؤلاء القادة أو ما يسمى القادة الذين سيذهبون ويدفعون 50 مليار، والذي في السوشيال ميديا أحد المواطنين كتب أن هذه لو قسمت على يعني العرب والمسلمين لنال كل واحد منهم 400 دولار فقط على أمة الإسلام، 400 دولار فقط. هل من الممكن أن تتنازل عن عقيدة مقابل 400 دولار؟ وطبعا هو لا يمكن التنازل حتى ولو بما جاء في الأرض، لكن أي خسة أن تدفع من مالك من مال المسلمين وتتنازل عن عقيدة وعن وجود، وأن تعطي أرض من أرضك كلها أنت تتحملها من أجل أن تحيا إسرائيل؟ هذه الكارثة. لذلك أن هذه الحكومات أو القادة الذين جلسوا في الورشة في البحرين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لهم القرار في التنازل عن أرض فلسطين، لأن أرض فلسطين تخص كل المسلمين وكل العرب. وبالتالي لا تجد أن هذه الجيوش لو كانت جيوش حقيقية يفترض أن تتوجه وأن تكون لها كلمتها في إقرار الحق العربي وإقرار الحق الفلسطيني. هل أصبح ذلك أمرا مسلما به أن الشعوب العربية ليس بيدها أي شيء أو أي أوراق لتحديد مصيرها المستقبلي، وأصبح الأمر بيد قادتهم فقط؟ ربما أقول لك شيء، أن هناك في الأدب يقول سقط القناع عن القناع. نعم. الآن سقطت الأقنعة، ومن كان يعني يخدم إسرائيل خفية الآن ظهر إلى العلن وبدأ يسوق نفسه من أجل أن يأتي بالآخرين، وصار عملية التطبيع مع إسرائيل ضمان لكراسيهم وضمان لوجودهم. فيبقى أن العرب والمسلمين هم لهم القول الأخير، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتهي الشعوب، لا يمكن أن تعد أن الفلسطيني سيكون من دون فلسطين ولا العربي سيكون من دون القدس، لأنها عقيدة المسلمين ومن مقدسات العرب. فلا تجد أن هؤلاء القادة وهذه الحكومات تستطيع أن يعني تصادر الحق الذي تؤمن به هذه الشعوب. أستاذ نظير الكندوري، البعض يقول بأن ذلك لم يكن بداية الأمر صفقة القرن، بل أن هناك يعني ممهدات لهذا الأمر، يعني نقل السفارة الأمريكية إلى واشنطن وغيرها التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب. إلى أي مدى تعتقد أن ما جرى أو ما يجري الآن من أحداث هو امتداد لمسلسل استمر منذ العام 2000، ابتدأ منذ العام 2003 وهو مستمر إلى حد الآن منذ احتلال العراق؟ يعني أنا أتفق معك بشدة، كون أن هذا النقطة التي وصلناها الآن هي تتويج لكل هذا الحراك الذي ذكرته. واحدة من أهم النقاط هو خروج العراق من يعني منظومة التوازن العسكري السياسي بين العرب وإسرائيل، كانت هذه النقطة نقطة مهمة جدا في تخلخل هذا التوازن لصالح طبعا إسرائيل. والسنوات التي تلتها يعني فتت بعضد العرب كحكومات وكشعوب، ووصلت إلى مرحلة أنهم بدأوا يتخطوا كانت ما يعتبر خطوط حمراء بالنسبة للعرب والمسلمين، الآن يتخطوها وهم موقنين بأن لا رد فعل كبير سيكون من العرب والمسلمين، وهذه حقيقة الآن نعيشها. لكن أنا أقول يعني لأول مرة
تعقد هذه الورشة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ويكون عليها على الأقل إجماع فلسطيني، يعني بالرغم من أن الفلسطينيين الآن منقسمون في كل شيء إلا أنهم توحدوا في موضوع يعني عدم التخلي عن الوطن الفلسطيني. وحتى الجزء الذي دخل في مفاوضات طويلة الآن يرفض مثل هكذا مساومات ومثل هكذا بيع لفلسطين من أجل الأموال. هذا بادرة جيدة. النتائج التي خرجت بها هذه الورشة لحد الآن لم تعلن بشكل صريح، وهذا يدلل على أن هذه ورشة البحرين فشلت بشكل صريح، والدليل على أن لا مخرجات لمثل هذه الورشة بالبيان الختامي. إضافة إلى ذلك بأن يعني أنا أعرف أن كل صفقة يعني أنت تعطي المال مقابل شيء. ما هو المقابل الذي في هذه الورشة؟ 50 مليار من أجل ماذا؟ لم يتم الإعلان عليه، لكن الحقيقة ومساق الأمور يمضي إلى أن المقابل هو الأرض الفلسطينية، وهذا يعني سيؤجج الحالة سواء فلسطينيا أو عربيا أو إسلاميا. أنا أقول أن يعني الأمور ولكن ماضية. البعض يرى، اسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة للأستاذ حارث. أستاذ حارث، البعض يقول بأن القضية الفلسطينية لم يتم بيعها الآن خلال هذه المرحلة، بل بيعت منذ زمن طويل، والقيادات السياسية العربية هي التي من وقعت على هذا البيع. يعني والدليل على ذلك أن ما يتم الحديث عنه عن 50 مليار دولار كثمن مقابل يعني بأرضك وبمالك تشتري أنت ما لديك. نعم. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، هذا صحيح أن عملية الانحدار منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت هناك جيوش وكانت هناك معارك، خاض العرب معارك ومعارك مشرفة، وكان لهم شهداء في أرض فلسطين. كل هذا كان موجود، لكن بدأ الأمر بتراجع إلى أن وصلنا إلى حالة الإذلال، أن تعطي أرضك وتعطي مالك وتستوعب وأن تكون أنت الوكيل عن المغتصب لعقد صفقة القرن. الأحرار يقولون دع الصفقة لصاحبها. ليس من حق هؤلاء التنازل عن أرض فلسطين، ولا من حق هؤلاء القول باسم الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي. والملاحظة أن يعني فتح وحماس اتفقا في ضد هذه الصفقة، وهذا مؤشر صحي على أن هناك، لأنها تستهدف الوجود الفلسطيني أصلا، تستهدف وجوده، وإذا مضوا في هذه الصفقة لن يكون لهم ذكر بعد ذلك. إلى أي مدى تربط ذلك ربما باحتلال العراق؟ يعني مثل ما تعلمون هناك من يرى بأنه، هناك مقولة بأنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نعم. أو الثور الأسود. نعم. أو هكذا. يعني إلى أي مدى ترى أن الأمر مرتبط فعلا باحتلال العراق وأنه سائر ضمن الاستراتيجية الأمريكية؟ حفظت لنا الفلسفات والتاريخ أن من يسيطر على العراق يسيطر على الجهات الأربع، وهؤلاء استهدفوا العراق لأنه جمجمة العرب ولأنه القوة الحاسمة في المنطقة، فشتتوه وجزأوه وجعلوه متشظيا يحكمه الرعاع. فلذلك لا تجد أبدا قوة في العراق الآن تقابل الطغيان الصهيوني، ولذلك بقية الدول تكون تبعا لهذا الضعف. فالحالة العربية أستطيع وصفها أنها بانحدار، وبانحدار دركات إلى الأسفل تجاه قضاياهم وتجاه مقدساتهم. بدأوا يتنازلون عن مقدساتهم ويتنازلون عن أفكارهم ويتنازلون عن دينهم وصولا إلى حالة التلاشي. نعم. أستاذ نظير الكندوري، يعني إيران لها نفوذ قوي في العراق وفي أربع عواصم عربية، هناك ميليشيات تابعة لإيران جل شعاراتها تنادي بتحرير القدس، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هو فعلا أصبح الآن الإيرانيون هم من ينادون بقضايا القدس في بينما يتخاذل أصحاب الحق؟
يعني الغريب بالنظام الإيراني ما زال هو يتاجر بموضوع القضية الفلسطينية، بالرغم من أنه فضح أمام الملأ بأنه لا علاقة له بقضية فلسطين، ولا ليس من مخططاته أن يدعم القضية الفلسطينية وتحرير الأرض المغتصبة هناك. يعني اليوم أقرأ لأحد النواب الإيرانيين يقول نحن إذا هوجمنا من قبل الولايات المتحدة فسننسف إسرائيل خلال نصف ساعة. يعني شيء مضحك. إذن ماذا يعني الذي يمسككم من أن تنسفوها الآن؟ لماذا صدعتم رؤوسنا مدة 40 سنة تقولون نحن سنحارب إسرائيل وننسفها ونحطمها، ومع ذلك لم تطلقوا طلقة واحدة ضد هذا الكيان المغتصب؟ نفس الحال ينطبق على الميليشيات العراقية، بل حتى على الأحزاب والحكومة العراقية. الحكومة العراقية الآن تعلن بأنها ضد ورشة البحرين، ليس لأنها ورشة هي من أجل تصفية القضية الفلسطينية، إنما لأنها عقدت في البحرين، ولأن النظام البحريني على خصومة مع إيران، لذلك هي تتخذ الموقف الإيراني من حيال هذه الورشة. يعني القضية الفلسطينية سواء بالنسبة للنظام الإيراني أو النظام العراقي الآن في آخر أولوياته، بل لا يفكر فيها. هو الآن يفكرون في محاولة التوسع على الدول العربية. هذه حقيقة الأمر بالنسبة لإيران أو النظام العراقي. أستاذ حارث، يعني القوى المناهضة للاحتلال العراقي أصدرت الكثير من البيانات وعقدت الكثير من الندوات ولها الكثير من الأنشطة في هذا المجال. ما الأدوات التي ممكن أن تكون فاعلة في مواجهة المال والنفوذ المسيطر على المنطقة أمريكيا وإيرانيا؟ المراهنة تبقى دكتور سمير، المراهنة تبقى على الشعوب، المراهنة تبقى على بث الوعي، المراهنة تبقى على إبقاء الثوابت وإبقاء الالتزام بالعقائد والالتزام بثوابتك الإسلامية ومقدساتك وأرضك. من قتل دون أرضه فهو شهيد. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل من مسلم أن يتنازل عن ماله أو عن أرضه، بل إذا فقد حياته يكون شهيدا. لا يمكن بأي حال من الأحوال هذه القوى المناهضة أن يكون لها غير رأي هذه الشعوب، فهي ملتزمة بثوابتها وملتزمة ب يعني تثقيفها وبث الوعي عبر هذه الندوات، عبر الدراسات، لأجل استمرار هذا الوعي وهذه الثوابت من جيل إلى جيل. بمعنى أن لو أن هذا الجيل ضعف عن أخذ حقه سيأتي جيل آخر ويكمل المسيرة. وتقاس حياة الشعوب والحضارات بما تقدمه من شخصيات تستطيع أن تكون ثابت ومرتكز لشعوبها عند الملمات. فعمل القوى المناهضة للاحتلال هو هذا الأمر، مثلما عملت على مدى 16 عاما في العراق على بث الوعي وعلى الالتزام بثوابتها وعلى إطلاق رؤاها على ما يجري في العراق، بدليل أن بعد 16 عاما لو أجريت إحصائية أو عملت مقارنة بين ما حكمت عليه هذه القوى المناهضة للاحتلال على الواقع الذي في العراق وما يجري اليوم وما جرى خلال هذه السنوات لوجدته مطابقا يعني بنسبة كبيرة جدا، وكأنهم ينظرون إلى الأمر ليس استشرافا وإنما نظرة حقيقية قائمة على إدراك هذا الواقع. هذه النظرة استصحبتها أيضا هذه القوى المناهضة للاحتلال بالنظرة إلى القضايا العربية والقضايا الإسلامية، فتجد أنه لزاما عليها أن تكون في تواصل مع الروابط العلمائية، التجمعات، علاقات بين العلماء، علاقات بين مراكز دراسات، تديم زخم هذا الوعي، تعطي كثير من الدراسات لأجل أن تكون خزينا يعني يستطيع أن ينهض به الجيل القادم. كيف تقيمون الزخم والتفاعل من قبل الجهات الوطنية في إطار مواجهة المشروع الأمريكي في العراق والمنطقة؟ حقيقة لا أكون مبالغا إذا قلت أن وعي
ابن الشارع البسيط أو المواطن البسيط تجاه الأحداث يفوق كثير من مدعي السياسة أو هواة السياسة الموجودين على دسة الحكم، بدليل أن هذه المرأة في الديوانية تحدثت بدقيقتين نسفت مشروع الاحتلال لمدة 16 عاما، نسفت حتى فتاوى، واجهتهم بحقائق لم تكن هي يعني مهيئة لهذا اللقاء، لقاء عابر. هذا الوعي المكنون داخل العراقي والعراقية هو عليه المعول، ولذلك تجد أن أبناء الشعب العراقي على دراية تامة ووعي كامل، لكن أحزاب السلطة والمتحكمين بالأمر بالميليشيات وغيرها باستخدام القوة هم الذين يمنعون هذا التغيير. عملية يعني الاعتماد الأمريكي والإسناد الإيراني هي من تديم زخم هذه العملية السياسية المتهالكة، أما بقية الشعب فقد تضرر منهم ابن البصرة قبل أن يكون في ابن الموصل، كلهم يعني أكلوا الويلات جراء حكم هؤلاء، فلذلك هم على وعي تام بما يجري. لكن عملية التغيير عملية يعني لا أقول مستحيلة لكنها صعبة. كيف تنظرون إلى موقف الحكومة من رفض ورشة البحرين؟ هناك قول يقول هذا صحيح لغيره وهذا فاسد لغيره. موقف الحكومة ممكن أن نقول كاذب في صدقه أو صادق في كذبه، لأنه موقف غير مبدئي، موقف يعني انعكاس للموقف الإيراني. الموقف الإيراني ليس من المصلحة أن تعقد هذه الورشة، لأنها باسم فلسطين هي تتمدد في بقية البلدان، باسم فيلق القدس احتلت تمددت في العراق وتدخلت في سوريا وحاولت أن تجهض الأمر في البحرين وهددت لبنان وتهدد الآن السعودية وغيرها، فهي باسم فلسطين أقامت هذا فيلق القدس، فهي عملية استثمارية ليس من مصلحتها اليوم أن تنتهي هذه القضية، وهي تتاجر بها مثلما تتاجر أمريكا بتضخيم الدور الإيراني والخوف من إيران في بيع الأسلحة وعقد الصفقات. إذن هناك خطوات ربما أمريكية ابتدأت منذ احتلال العراق، وكان هناك وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في حينها تتحدث عن موضوع خارطة الطريق وهذه المصطلحات، الآن أصبحت المصطلحات متشابهة نوعا ما لكنها متسلسلة. خارطة الطريق، صفقة القرن، والشرق الأوسط الكبير، الكثير من المصطلحات الأمريكية التي تندرج ضمن سياق تطبيق المشروع الأمريكي في المنطقة، ولكن بالتأكيد لذلك تداعيات وآثار على المنطقة، آثار مستقبلية. المنطقة تعاني الآن من انهيار اقتصادي، انهيار اجتماعي، انهيار سياسي في كل المجالات. نتحدث عن هذا الأمر بعد فاصل قصير. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على صفقة القرن الأمريكية ومحاولات والسعي الأمريكي لتسوية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني وآثاره على المنطقة. أستاذ نظير، بالعودة إليك مرة أخرى، أستاذ حارث تحدث عن هذه الصفقة أيضا ووصفها أنها عقيمة ولا تجدي نفعا، وأن الكلمة الفصل هي للشعوب أمام إرادة الشعب الفلسطيني، أمام إرادة الشعوب العربية وكل من يريد أن يحقق الحرية والاستقلال في بلده.
في سؤالنا عن موضوع التداعيات، هناك الكثير من المصطلحات الأمريكية والحلقات الأمريكية ابتدأت ربما بعد احتلال العراق بالشرق الأوسط الكبير وبخارطة الطريق، والآن نحن أمام أعتاب صفقة القرن. ما التداعيات التي ممكن أن تتوقعها في المنطقة تحديدا لهذه الخطة الأمريكية التي وصفتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية بأنها فاشلة؟ يعني أيضا هناك صحف غربية وصفتها بال يعني السخرية الكبيرة، أن هذه صفقة القرن التي عقدت من أجل تصفية القضية الفلسطينية لم يحضرها أي فلسطيني، وكذلك لم يكن هناك حضور إسرائيلي رسمي، إنما حضور غير رسمي لهذه الصفقة، إنما يعني فقط الأنظمة العربية وكوشنر وممثلين أمريكان لعقد الصفقة. الدليل على فشل هذه الصفقة أن لم تنقضي سوى بضعة أيام، الآن إسرائيل تفتح نفق استيطاني، انظر إلى المصطلح، لم يكتفوا بالاستيطان فوق الأرض، الاستيطان تحت الأرض، الآن نفق تحت الأرض تحت حي السلوان بالمجاور إلى المسجد الأقصى لربط مناطق يعني المستوطنات بين بعضها ولتكريس يهودية القدس. وهناك الآن أقر مشروع استيطاني جديد متكون من 2000 وحدة استيطانية، هم لم يلبثوا يعني لم ينتظروا ماذا ستسفر ورشة المنامة. هذا دليل على أنهم هم جاءوا حقيقة لقضم الأراضي، لي يعني حتى عندما سئل كوشنر ما هي شكل السلطة الفلسطينية، ما هو شكل الحكومة الفلسطينية التي ستكون، تهرب من السؤال ولم يذكر أي كيان سياسي للفلسطينيين، بمعنى أنهم سيضم كل هؤلاء الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الإسرائيلية. لكن أنا أقول إن الباطل جولة، وحقيقة الآن أنا برأيي، ولربما تقول علي عني متفائل جدا، لكن أقول الآن الجولة هي للحق. الآن ترى التقهقر الذي يعاني منه حفتر المدعوم من الأنظمة العربية التي تريد أن تطبع مع إسرائيل، الآن الإمارات تسحب قواتها من اليمن، الآن الجيش الحر انتقل من مرحلة الدفاع ضد الهجوم الأسدي إلى مرحلة أنه هو الذي يهاجم جيش بشار الأسد، الآن الشعوب بدأت تتضح لديها الرؤية، والآن الجولة هي إلى الشعوب العربية، وسنشهد لربما ربيع عربي قادم لإزاحة كل هؤلاء من المشهد السياسي، وترجع الأمور إلى نصابها. حقيقة القضية الفلسطينية هي ليست قضية للفلسطينيين، هي قضية لكل العرب، وهي قضية لكل المسلمين، والجميع يشعر بالمسؤولية اتجاه هذه الأرض كونها تحمل المقدسات الإسلامية ومقدسات باقي الأديان. لذلك لا ننتظر من عربي أو مسلم أن يتنازل عن الحق الفلسطيني، لذلك هذه الأرض وهذه المقدسات لن نتنازل عنها، وسيأتي اليوم الذي نشهد فيه تحرير هذه الأرض من دنس الصهاينة. ألا ترى أن الأستاذ نظير متفائل؟ لا، هذه عقيدة وهذه مستقرة داخل كل مسلم، وهذه ينبغي أن تكون نصب عين كل عربي، وهذه الرؤية يجب أن تكون مبثوثة لدى أولادنا وأطفالنا، أن ندرسها في المدارس، نعطيها مع التثقيف مع الوعي حتى تكون مستصحبة. وهذه بالفعل هو الآن هي عملية الآن، يعني الوقت متاح أن تتحرك هذه الشعوب. كيف يمكن أن تتحرك هذه الشعوب في ظل أنظمة ديكتاتورية تسلطت على رقاب الناس مثل ما يصفها البعض؟ يعني لتحرك الشعوب أوجه متعددة، أولها العلماء، يفترض العالم أو الذي يملك رؤية صائبة ومخلصة وتقود الأمة إلى حل عليه أن يصدح بها وإن كلف ذلك حياته، وإلا يقال أن ويل للجاهل مرة وللعالم سبع مرات. فالعالم عندما يكون عالما ويكون مخلصا لعلمه عليه أن يؤدي ضريبة هذا العلم، وضريبة هذا العلم أقل بكثير من ضريبة السكوت والذل
إن استمر الوقوف على أبواب السلاطين والوقوف على أبواب الحكام من أجل لقمة أو من أجل أن تسير أمور العالم. هناك أيضا قادة الشعوب، أصحاب الكاريزما، أصحاب التجمعات، عليهم أن يأخذوا دورهم. هناك العشائر، العشائر العربية والمنطقة العربية بمجملها هي قائمة على عشائر وعائلات ولها قيادات ميدانية تستطيع أن تتبنى أمرا معينا ويكون من بعدهم هذا الأمر. وإلا لماذا قلنا أن دع الصفقة لصاحبها ولا يعني تعقدها وأنت ليس لها بصاحب؟ هؤلاء من يجلس على طاولة هذه الصفقة ويعطي هذه التنازلات الذليلة من أجل لا شيء، من أجل حتى لا وجود لرؤية ولا وجود لأي بند ممكن أنه يستند عليه غير البند الذي يقتضي أن بقائه. وأنا أذكر بالنسبة للعرب والمسلمين بحادثة كانت تروى في السابق، دخل أحد المستشرقين إلى المسجد فقال للعالم: أريد أن أمزق هذا القرآن أو أريد أن أنزع مهابة هذا القرآن من نفوس المسلمين. قال: انتظر. فاتفق مع الإمام على أن يخطأ في سورة الفاتحة، فلما أخطأ في قراءة سورة الفاتحة رد عليه المصلون جميعا، قال: متى ما سكت هؤلاء سيكون بإمكان الإمام أو من يتصدر للإمامة وللصدارة أن يخطأ كما يريد. فهذا الدين وهذه الثوابت هي من مستلزمات وجود هذه الشعوب. ومن يملك هذا الحق ومن يملك التوقيع على هذا الحق هم الشعوب، وليس من تصدر من أجل أن يكون في الدوائر الاستخباراتية الأمريكية أو سائر في الميدان الإيراني حتى يقرر هذا الثابت أو غيره. الآن أصبح الأمر يعني واضحا بهذه الخطة، خطة كوشنر أو ورشة البحرين وما طرح فيها من خطة أمريكية، تجنبت دائما أو تتجنب موضوعات إنهاء الاحتلال الصهيوني و الاستيطان الصهيوني ورفع الحصار عن غزة ووقف مصادرة أموال وممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني. سبق هذا الأمر قبل 16 سنة احتلال العراق واجتياحه وتدمير كل ما له صلة بشيء يدعو إلى البناء المستقبلي أو لفرص للنهوض، وإلى الآن العراق يعاني من نير مخلفات الاحتلال. لهذا الأمر له تبعات مستقبلية وأثار على العراق وعلى المنطقة برمتها. يعني الأموال مثلما يصف البعض ومثلما يرى مراقبون أن الأموال هي موجودة، هناك من يدفع من الدول العربية، البلدان العربية هي الضحية، يتم سلب إرادة الشعوب العربية وبيع المقدسات العرب إلى من لا يستحق وإلى من ليس له أهل بها. من وجهة نظرك أستاذ حارث، ما هي الآثار التي سيترتب عليها أو تترتب عليها هذه الصفقة وما بعد مرحلة الصفقة، صفقة القرن؟ نأتي إلى موضوع العراق. موضوع العراق، احتلال العراق كان احتلالا لقوة القطب الواحد، ودخلوا العراق من دون حتى الرجوع إلى منظمة الأمم المتحدة التي هي وظيفتها شرعنة عملية الاعتداءات والاحتلالات على دولنا العربية. حتى هذه ضربت عرض الحائط ودخل الاحتلال الأمريكي إلى العراق، ثم بعد ذلك لحقته الأمم المتحدة وأبدت رغبتها، أولا يعني يقيمون عليك المصيبة ثم يأتون بوجه أنه يقدمون المساعدات. قدمت القوى المناهضة للاحتلال تصورا كاملا عن مشروع جدولة انسحاب القوات الاحتلال، عملية كيف تكون حكومة انتقالية لمدة سنتين تشرف عليها الأمم المتحدة، ويعني يستتب الأمر في المجتمع العراقي، ثم بعد ذلك تخرج قوى وفي عملية انتخاب
من يستطيع التأثير على قناعات الشعب العراقي من دون التأثير تأثير القوة أو امتدادات إيران يكون له الأمر وتسلم له باقي القوة. هذا التصور سلم إلى الأخضر الإبراهيمي من عام 2004. لم تسمع هذه القوى من الأمم المتحدة ومن ممثليها غير كلمة الثناء والإعجاب بهذا الوعي والإعجاب بهذا الطرح، لكن من دون تنفيذ. فاستمر العمل وفق مشروع الاحتلال على ما تريده أمريكا، لا ما تريده ولا ما تعلنه الأمم المتحدة ولا ما تريده القوى المناهضة للاحتلال. لكن خلال 16 عاما مضى مشروع الاحتلال، هل سلمت هذه القوى لما القوى المناهضة للاحتلال لما يريد الاحتلال؟ الجواب لا. هل زادت قناعة أبناء الشعب العراقي برؤية بصحة رؤية هذه القوى؟ نعم زادت. ما الذي يمنع من أن تتصدر الواجهة وأن تأخذ زمام الأمر؟ وجود الاحتلال الأمريكي والتمكن من يعني إسناد العملية السياسية وكذلك الامتداد الإيراني. لما تطرح أي رؤية في مراكز دراسات ويعني تجمعات خارج العراق يأتي الجواب من المتحكمين بالمشهد السياسي العراقي أن إذا أردت أن تصلح عليك الدخول في إتون هذه العملية المشبوهة. طيب إذا أنت تدخل ضمن إتون هذه العملية المشبوهة وتكون رقما بين الأرقام، ما الذي تستطيع أن تغيره؟ لما تكون أنت رقم والسيئون حولك كثر، كيف تستطيع أن تغير؟ إذا كانت هي هذه العملية السياسية مبنية على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية ومبنية على أساس السرقات والنهب والفساد وإدامة الفساد، كيف يمكن أن تصلح؟ إذا ما أردت الإصلاح عليك أن تزيل المؤثر وعليك أن تبني على أرضية صالحة للإنبات، لا أن تكون. ومثلها كذلك قضية الشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد التي بشرت به غوندوليزا رايس لتكون إسرائيل هي الدولة الكبرى وتحيط بدول تحكمها تشظيات وتحكمها يعني خمس دول. خرج تقرير أيضا في الصحف الغربية، خمس دول عربية من هذا الكلام من 2008 مهيئة أن تكون 14 دولة عربية متنازعة. نترك إسرائيل ونتنازع فيما بيننا على الحدود المتنازع عليها. من ضمن المصطلحات التي أطلقت المصطلحات الأمريكية هي تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، التجزئة مصطلحات ربما ظهرت في السبعينيات خلال كتب أو مؤلفات تكتب وأصبحت الآن تطبق على أرض الواقع. أكيد. أستاذ نظير، بالعودة إليكم، الأهداف الأمريكية من خلال الاستراتيجية الأمريكية التي يعني كانت حاضرة منذ احتلال العراق وإلى الآن، كيف تنظر إليها؟ إلى أي مدى تحققت هذه الأهداف وما هي معالم تحققها؟ يعني إذا رأينا للخطوات الأمريكية بالشرق الأوسط أو بالعراق يعني نراها هي معبرة فقط عن المصلحة الإسرائيلية، وهي تريد أن تحاول أن توفر الأمن لهذا الكيان وأن يتمدد، وبالتالي هي كان تدخلها في العراق وإسقاط النظام فيها وبث الفوضى وتمزقة المجتمع العراقي بهذا الشكل الذي نراه اليوم كان يعني حقيقة نجاح باهر للخطة الأمريكية المدفوعة من قبل إسرائيل، وتم إقصاء العراق بكل طاقته وبكل طاقات شعبه وطاقات وثرواته من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي. نجحوا في هذا الأمر أيما نجاح، لكن هذا النجاح أنا أظنه نجاح مؤقت لا يلبث أن يستعيد الشعب العراقي قوة مرة أخرى. كيف هذا نتركه للزمن ونتركه إلى الشعب العراقي كيف يقرر أن يعيد يعني قوته ويستعيد سيادته ويستعيد إرادته. حقيقة هناك يعني أرى في الشرق الأوسط
يعني كأنما هناك تناغم ما بين الولايات المتحدة وما بين النظام الإيراني، فأحدهما يناغم الثاني بتصرفاته، والضحية الوحيد هي الدول العربية. لنرى التمدد الإيراني على مرمى أعين الجيش الأمريكي، ومع ذلك لم يقدم الجيش الأمريكي على فعل أي شيء إزاء هذه الميليشيات أو إزاء هذا التوغل الإيراني في دول المنطقة، بحيث أن يعني هناك شكوك كبيرة بأن هناك عداء حقيقي ما بين الولايات المتحدة وما بين النظام الإيراني، إلا إذا كان النظام الإيراني قد تجاوز في طموحاته إلى الحد الذي وصل إلى الخطوط الحمراء والتي تهدد أمن إسرائيل. فبتلك الحالة يجب أن يوضع حد للنظام الإيراني، وهذا ما أرى أن السياسة الأمريكية تنطلق من هذا المنطلق، يعني محاولة تحجيم النظام الإيراني وليس إسقاطه. فهذا النظام الإيراني قد قدم خدمات جليلة للولايات المتحدة ولإسرائيل بتطويع العرب، بمحاولة حلب أموالهم وبمحاولة التطبيع. الآن الحكومات العربية عندما تحاول أن تطبع مع الكيان الصهيوني، عندما يسألون لماذا تطبعون وهم يعني كيان محتل وغاصب، يقولون هم الفلسطينيون مطبعين مع إسرائيل، لماذا نحن مستثنات من ذلك؟ وأقول الآن في ورشة البحرين قد أجمع الفلسطينيين، ومن النوادر أن يجتمعوا، اجتمعوا جميعا على رفض هذه الورشة، لماذا أنتم كنتم يعني نيابة عنهم تبيعون أرضهم؟ يعني شيء حقيقة وصلت هذه الأنظمة العربية من تحدي الخطوط الحمراء بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية إلى مرحلة لربما يعني من الصعب جدا عليها الرجوع إلى الوراء. وقد يعني كما وصفتها يعني قبل قليل، تم كشف الأقنعة وظهرت الوجوه الحقيقية لهؤلاء الأنظمة العربية بأنها ليست مع تطلعات الشعوب العربية وليست مع تحرر هذه الشعوب. فقط من ننتقل للأستاذ حارث الأزدي في دقيقة واحدة قبل أن ننهي الحلقة. أستاذ حارث، يعني هذه الصفقة وحيثيات صفقة القرن كلها، مثل ما تحدثت هيئة علماء المسلمين أن هذه الأمور وهذه الخطط والمشاريع التي وصفتها بالباطلة ما كان لها أن تكون وأن تسير لولا انشغال القيادات السياسية الرسمية في عالمنا العربي والإسلامي بالخلافات الجانبية والشؤون الداخلية على حساب القضايا المصيرية والضرورية. إلى أي مدى تتوقع أن تستمر هذه الخلافات وبالتالي تنعكس بالسلب على الواقع العربي، سواء كان في يعني سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا؟ هو حقيقة ليس من منطلق يعني الإيمان بنظرية المؤامرة أن هناك من ينحش أو يعرض أو يدفع باتجاه هذه القيادات أن تكون مختلفة ومتخالفة ولها وجهات أخرى، لكن هناك تخطيط، بالأكيد هناك تخطيط وهناك دفع وهناك عملية محاصرة لهذه الأطراف، أن يسلك كل طرف منهم فجا وأن يكون هناك خلاف فيما بينهم. لماذا؟ لأن أي اجتماع للعرب يهدد المشروع الأمريكي ويهدد مشروع إسرائيل. حتى كلمة الوحدة، يعني الوحدة بين العراق بين مصر وسوريا، حتى وإن كانت شكلية، حتى وإن كانت ليس لها أثر على أرض الواقع، لكن أجهضت من ذلك الوقت. في 73 لما تحركت الجيوش كان أيضا مؤثر على المشروع الأمريكي في المنطقة ومؤثر على عملية الاستيطان الإسرائيلي. كل هذا الاجتماع لابد أن يدام هذا الخلاف والاختلاف بين هذه القيادات السياسية من أجل إضعافهم وتشتيت قوتهم وإشغالهم فيما بينهم. ولذلك جاءت النصيحة من قبل هيئة علماء المسلمين على إلى هذه القيادات أن تتحلى بالحكمة وأن تقترب من بعضها على بأسلوب الحوار وبأسلوب الاتفاق، لا بأسلوب الاختلاف وتسليم الأمور إلى العدو.
شكرا لك أستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين على وجودك معنا في هذه الحلقة، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ نظير الكندوري الباحث والكاتب السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى لقاء آخر، في أمان الله.